حل الدوسي. رغم احد مشاكل كبرى لنفاذ الشباب والنساء الحوامل الى منظومات الصحه العموميه في تونس، ارقام ونتائج الدراسه مع فراس زكراوي شوي اخر منسق برنامج الماليه والسياسه العموميه بمنظمه بوصله، اش تقول الدراسه نهت؟ هو اكس مهم الحقيقه خدمه عليه بوصله، واليرت اثر سياسات التقشف على وروج الشباب الى خدمات الصحه هو عنوان الدراسه اللي قامت بها منظمه انترناشونال اليرت وبوصلة، خدمة على كل من معتمدية دوار هيشر، سيدي حسين، قصرين الشمالية، تطاوين الشمالية والمروج. دراسة امتدت لشهر ليس من 28 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 22، شملت عينة من 2000 مشارك، وجهلهم 28 باحث وباحثة ميدانيين وقع تكوينهم. استمارة بنيت أسئلتها على أساس مقاربة بين زوز أجيال، نحكي ولا دو جينيراسيون هوني، العمار تراوح من 18 إلى 39 سنة، كي نحكيه على الشباب، وبحثت في تأثير السياسات التقشفية عليهم أساساً. كيفاش تناولت الدراسة وقع التقشف على الشباب ومن أنا باب؟ هو المعاينة متاع وقع سياسة التقشف على الشباب تناولتها الدراسة من أربع أبواب، ربما من أربع مداخل. هي وضعية التغطية الصحية على اعتبار نوع بطاقة العلاج محدد في شروط اليوم الولوج للخدمات الصحية في تونس، العيادة، الإقامة الاستشفائية بنظر لأسباب عدم الحصول عليها في بعض الأحيان للناس اللي يستحقوا، وتداعيات هذا عليها، هم الصحة الإنجابية زادة وأهميتها بما فيها متابعة الحمل لتفكيك تجليات التقشف على صحة النساء، الصحة المدرسية والجامعية زادة فيما يتعلق بتأثير الانقطاع المدرسي في علاقته هوني بولوج الشباب للتلقيح والاكتشاف المبكر للأمراض. شنو تقول الدراسة حول وضعية التغطية الصحية عند الشباب؟ اليوم في تونس في الجموع في المناطق اللي خدموا عليهم في الدراسة هذه يقولوا أنه شاب على خمسة من التوانسة اللي تم استجوابهم من بين 18-39 سنة ما عندهمش بطاقة علاج، وحتى بالنسبة للي عندهم نلقاو أنه 65% منهم تحت غطاء العائلة أو أزواجهم. هذا يوري هشاشة الوضع الاقتصادي بالنسبة لفئة كبيرة من الشباب التونسي اليوم حسب الدراسة. شنو الأسباب اللي تخليهم دون تغطية صحية؟ هو وقع تقديم خمسة أسباب الياس يختار منها كل شاب علاش ما عندوش بطاقة علاج، واللي يراها الأكثرية متماشية مع وضعه. نلقاو 12% من الشباب ما اختاروا حتى سبب، يقول لك علاش هكاك سون ريزون. نلقاو 50% يقولوا أنهم ما قاموش بالإجراءات للتحصل على البطاقة هذه، وعدم القيام بالمساهمة في التغطية الاجتماعية بلغتنا احنا ما يصبوش عليهم. هذا الترم اللي نستعملوا فيه تبريرات عديدة بين شكون يقول تعقيدات المطالب وإجراءات تحضير الأوراق متاع التغطية الصحية وغيره، فما شكون اللي يقول رفض المطلب للشروط المجحفة لإسناد البطاقة هذه، نلقاهم بين الأسباب، وعدم موضوعية تقييم الملفات، بطء شديد في الإجراءات للنظر في المطالب، وفما شكون يقول زيد توت فاسون خدمات الصحية العمومية في تونس مدهورة برشا ومحدودة، زيد نعم في البطاقة. به وكي يمرض واحد منهم الآن يتوجه للخاص ولا للعمومي؟ سؤال مهم برشا اليوم خاصة في التمثيلية متاع المناطق اللي تم اختيارها في الدراسة هذه. الدراسة تقول أنه 62% يقولوا أنهم في 12 شهر اللي فاتوا، يعني في العام اللي فات توجهوا للخاص، 37% فقط للعمومي، و 49 من المستجوبين يقولوا أنهم توجهوا إلى عيادات طب اختصاص، مقابل 40% لدى طبيب العام و 10% طبيب أسنان. مشاكل زادة في الحصول على الدويات. صحيح، تضغهوني صعوبات المالية على باقي الأسباب، وين نلقاو أنه 62% من اللي تم استجوابهم ما خذاوش الأدوية كلها، مانيش نحكيو على بعض الأدوية، نحكيو على أوردونوس كاملة كي مثالك طبيب تمشي للفارماسي. 62% يقولوا ما نجموش ناخذوا الليستة متاع الدويات الكل بسبب صعوبات مالية. نلقاو بعدها الصعوبات الإجرائية 20%، صعوبات التنقل 16%، و 50% يقولوا أنه أسباب أخرى وراء عدم شرائهم للأدوية الكل أو ساهم في الشيء ذي. الدراسة تتحدث زيادة على دفع رشوة
أو استعمال معارف وأكتاف لتسهيل الخدمة الصحية. 3.6% من شباب المناطق الخمسة اللي بالغ أعمارهم بين 18 و 39% 3.6 يقولوا أنهم قاموا بتقديم أو دفع رشوة بهدف تيسير خدمة صحية. فمشكون اللي تحدث على الأكتاف أو المعارف لنفس الغرض نسبتهم 11.5% من مجموع يبلغ 13.1% باعتبار أنه 2% منهم جمعوا بين الرشوة والكتافة. يقول لك نعطي رشوة ونخدم الكتاف الزوز. به الصحة الإنجابية الآن الصحة الإنجابية زادة تخصلها جانب مهم من الدراسة الحالية. أي هو يبقى القطاع العمومي الحاضن الرئيسي للولادات بنسبة قارب 80% اليوم يولدوا في المستشفيات مقابل تكفل القطاع الخاص بالنسبة تتجاوز 20%. أما الولادات بالمنازل ما زالت موجودة الياس رغم مخاطرها. دراسة تقول مخاطر جمع على صحة الأم الجنين والوليد ربما يقول تقول الدراسة أنه الظاهرة هذه ما اختفتش رغم أنه نسبتها تراجعت اليوم في حدود تقريبا 1.2%. كزدت قريت أكثر بعض تفاصيل الدراسة في الجانب هذين نلقاو أنه أكبر نسبة للولادة في المنازل نلقاوها في معتمدية القصرين الشمالية. باقي نحكي من الخمسة معتمديات الموجودة في الدراسة القصرين الشمالية بنسبة 3.1% وتطاوين الشمالية فيها نسبة 1.7% من النساء اللي يختاروا أنهم يولدوا في الدار. به دونك مهم ياسر. في رسالة الزكراوي منسق برنامج المالية والسياسات العمومية بمنظمة البوصلة شوية آخر معايا بالهاتف، خلينا نزيد نسأله أسئلة أخرى حول الموضوع والدراسة، دراسة مشاكل النفاذ الشباب والنساء الحوامل إلى منظومات الصحة العمومية. مرحبا في رسالة الزكراوي. مرحبا بك. مرحبا ياس، مرحبا بالمستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا. في رأس قبل كل شيء، وقتاش بوصلة ولا تعمل في دراسة هذه؟ احنا بوصلة عرفناها تعمل متابعة لعمل البرلمان، بوصلة عرفناها كجمعية مجتمع مدني ترصد العمل السياسي، هل وزاد كذلك نوع من النقلة في علاقة بعمل بوصلة؟ لو كنت فسرنا شوية إجرائيا رابيدمون في رأس. بالضبط الياس، شكرا على السؤال. الحقيقة بوصلة بدأت في سنة 2012 كمراقب لأعمال مجلس النواب الشعب. وقتها كان التركيز متاعنا الأساسي على مراقبة أعمال مجلس النواب الشعب، لكن مع مرور السنوات البوصلة انفتحت على مجالات أخرى وبدأت تخدم في متابعة لسياسات العمومية بصفة عامة في علاقة بالمالية العمومية، في علاقة بالنفاذ إلى الخدمات العمومية، في علاقة بحقوق الإنسان بصفة عامة. زادة البوصلة في السنوات الأخيرة قعدت تخدم أكثر في علاقة بالبحوث وكل ما هو نظري، لأنه في السنوات الأخيرة حاولنا إن نتعاملوا مع شركاء آخرين كيما انترناشونال أليرت اللي دخلنا معهم في شراكة. واخترنا إنه باش نربطوا بين الأسبي تيوريك هذا اللي تخدم عليه البوصلة ساعات واللي هو مهم، باش نربطوه بالواقع وسير تيران شنو عنا ريالمون. دونك هذاك علاش بدينا في الخدمة منذ مدة مع انترناشونال أليرت على البحث الميداني هذا، واللي نهديه كما كنت تقول لروح أحلام بالحاج اللي بدأت معنا تخدم عليه. البحث هذا أساسا كما كان ناهد يوضح هو شمل خمسة جهات. هذه هما دوار هيشر، سيدي حسين، المروج، والقصرين الشمالية وتطاوين الشمالية. في رأس قبل كيف تم اختيار هذه العينة؟ علاش الجهات هذه وعلاش العينة هذه 18-39؟ العينة 18-39 أول حاجة 18 على خطر أقل من 18، فما يمكن يطرح إشكال قانوني في علاقة بالإجابات وكل ما نجموش نخدم من عندها الإجابات. لكن اخترنا أنه تكون حتى ل 39 سنة اللي هي عديد المعايير تقول أنه سن الشباب نجمو نحصروه في الفئة هذه، وحبينا نكونوا نضمنوا أنه تكون مقاربة جيلية، يكون نحاولوا فيها نشوفوا من 18
18-39 خاطر فما عديد الفوارق زاد اليوم بين العباد اللي عندهم عمرهم 18 و39، لكن في نفس الوقت هما اثنين شباب، دونك باش نشوفوا الواقع نتاعهم كيفاش العيشه نتاعهم في التيران، هل فما اشكاليات حقيقيه في النفاذ نتاعهم للخدمات هذه ام لا. والحقيقه اللي لقيناه صدمنا وما فاجئناش، صدمنا على خاطر الارقام اللي لقيناها اكثر برشا من اللي توقعناه، لكن ما فاجئناش لان نعرفوا انه واقع الصحه في تونس يمشي ويدهور، واللي زادت حتى خصوصا مع سياسات التقشف. لهنا احنا اليوم موجودين في جوله بدينا نقوم فيها رفقه انترناشونال اليرت في مجموعه من الولايات الجمهوريه. انطلقنا بولايه الكاف ثم القصرين، اليوم احنا موجودين في جابس وباش نكونوا موجودين في تطاوين ان شاء الله. الحقيقه الحاجات اللي 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 لاحظناهم في مختلف الولايات هذه انه لو كونستا اي لو ميم، انه السبيطارات اليوم ما عادش تنجم توفر الخدمات للمواطنين في الظروف اللازمه وبالكاليتي اللازمه. اليوم السبيطارات اللي تلقى فيهم تجهيزات ما تلقاش فيهم طب، السبيطارات تلقى فيهم طب ما تلقاش فيهم تجهيزات. اليوم فما عديد المشاكل في علاقه بالمراكز الصحه الاساسيه، معناها المشاكل نشوفوا اليوم انه مازال عندنا نساء تولد في الدار في تطاوين. اليوم مازال عندنا نساء تولد في الدار، ما فما حتى طبيب نساء وتوليد في مستشفى تطاوين، وحتى الاطباء نتاع النساء والتوليد الموجودين هما في الخواص، ويعني حتى وقت اللي تعمل متابعه الحمل يكون مفروض عليها انها باش تمشي تتنقل في الولاده لولايه اخرى باش تقوم بعمليه الولاده. في راس انا شاب تونسي عمري 24 سنه نسكن في سيدي حسين، تعرضت الى ما عرفش وعكه صحيه والا الى مرض مزمن والا شنو يصير فيا؟ وصف لي وضعي، كيفاش نتصرف؟ وصف لي الوضعيه هذه، انا اعطيتك جي بلانتي لو ديكور، وصف لي الوضعيه بالرجوع الى الدراسه، اش تعطي الوضعيه؟ الوضعيه معقده اكثر بشويه الياس، على خاطر لازمني نعرف هل انت ك ك ك كشاب هل عندك بطاقه علاج ساعه؟ اي شنو الصنف نتاع بطاقه العلاج نتاعك؟ اي وشنو هي الخدمات اللي تنجم تتمتع بها نتيجه لبطاقه العلاج نتاعك هذه؟ اش تقول الدراسه في علاقه بطاقه العلاج؟ هل اني انا قداش عندي بورسنتاج انه يكون عندي بطاقه علاج؟ اليوم 58% من الشباب فقط عندهم بطاقات العلاج. الحقيقة رقم شوية بالكل. 73% من الإناث عندهم بطاقات علاج، و 43% من الذكور فقط عندهم. زادا كيف نرجع ونشوفوا الأسباب وراء هذاك، نشوفوا شكون اللي يمتلك بطاقة العلاج، خاطر لهنا مش في الحالات الكل نلقاو الشاب أو الشابة في وضعية متاع عمل ولا هما عندهم بطاقة العلاج هذه. دونك 35.7% فقط من الشباب عندهم الملكية نتاع البطاقات هذه، وقت اللي 26.7% البطاقة نتاعهم ترجع للقارين، و 37.7% للأم والأب. معناها اليوم الحقيقة ثم مشكل كبير في علاقة بالبطاقات هذه. وكيف نشوفوا أنت مثلا منظومة استرجاع المصاريف؟ كان عندك منظومة استرجاع المصاريف، معناها أنت لازمك تتوجه للقطاع الخاص باش تتمكن من استرجاع المصاريف. ما كانش تكون لازمك تكون تتمتع باي صنف من الاصناف الاخرى. لهنا الياس في نفس السياق الدراسه اثبتت انه 13% من الشباب احتاجوا الى اجراء عياده ولم يجروها، 9% احتاجوا الى الذهاب للاستعجالي ولم يذهبوا، و22% احتاجوا لاقامه استشفائيه ولم يحصلوا عليها.
معناها هذه أرقام مص على الحقيقة، والأسباب متاع عدم الحصول على الـ على الـ على الخدمات هذه هي عديدة ومتعددة. ندعوكم زادة باش تطلعوا على أعطينا جزء منها في راس، أعطينا جزء منها في راس وباش نخدموا شنو الأسباب جلوبالمون، شنو الأسباب معناها إذا كان فما حاجة لازم نتذكروها من الدراسة، شنو هو الحاجة اللي لازم نتذكروها من الدراسة؟ نجم نقول لك أنه نسب الشباب اللي الذين لم يجروا عيادات غير استعجالية يتراوح بين 3% ممن دخلهم الشهري 2000 دينار فأكثر، وترتفع إلى 32 دينار للذين دخلهم 200 دينار أو أقل. إذا الدخل الفردي عنده علاقة كبيرة بالتمتع بالخدمات هذه. نلقاو زادة أنه نسب الشباب الذين لم يجروا عيادات استعجالية 0% منهم دخل شهري 2000% فأكثر، ونسبة هذه ترتفع إلى 13% للذين دخلهم 200 دينار أو أقل. دونك نرجع ونعاود ونقولوا انه السبب الاساسي ديما هو الوضعيه الماليه، التغطيه الصحيه، غياب التوعيه العباد حتى من اللي عندهم بطاقات العلاج هذه ما يعرفوش. ساعات انت ما تعرفش الصنف اللي عندك انت بطاقه العلاج كيفاش تنجم تتمتع بالخدمات، فين شنو ينجم يوفر لك، شنو هي الامتيازات اللي تنجم تتمتع بها. وهذا الكل اللي نرجع ونقولوا انه هناك غياب لأي سياسة من الدولة لأنه تكون لأنه تنهض بالقطاع الصحي سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. اليوم الأرقام اللي تم نشرها من قبل وزارة الصحة الحقيقة احنا بيدنا في علاقة بالبحوث اللي يقوموا بها نلقاو إشكاليات كبيرة، على خاطر في كل مرة نلقاو رقم، ساعات في نفس السنة نلقاو زوز أرقام مختلفة في الكارت سانيتير مثلا. واليوم هذا يطرح إشكال حقيقي مدى جدية الدولة والتزامها بأنه تكون الصحة العمومية أولوية من أولوياتها في الوقت الحالي. في رأس كلامك على غاية من الأهمية، احنا أمام فكرة مجانية الصحة العمومية، واحنا أمام فكرة مجانية التعليم، وهذه خدمات أساسية منذ الاستقلال، وكان من المفروض خلي في رأس معايا خالد، وكان من المفروض أنه كما لكارت فيتال في فرنسا ولا غيره أنه يكون عندك بطاقة علاج رقمية، تكون قادر أنت أتو ماما أنك تمشي للسبيطار متاعك تلقى وين الداوي، ألا لا يقدر كيف يجي طارئ، وألا لا يقدر مهما كان العمر شباب ولا مش شباب. احنا اذا الحقيقه يا فراس امام مشاكل كبيره ياسر، مشاكل نتاع دخل شخصي، مشاكل نتاع تغطيه اجتماعيه، مشاكل نتاع انه ولوج الى الخدمات الصحيه. فراس الزكراوي قاعد يقول انه الان اذا كان انت موجود في دوار هيجر سيدي حسين كسرين شماليه تطاوين شماليه مروج، هذه المناطق اللي صارت فيها الدراسه الى جانب مناطق اخرى، اليوم فما مشكل نتاع خدمات صحيه كبير ياسر بالنسبه للشباب ولا النساء الحوامل. شكرا على العمل هذا فراس، في انتظار أن نرجع إلى مواضيع أخرى في أقرب الأوقات.